مينا خليوني نسلم على مينا عيما هي الاولى ما يسلم عليا حتى واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحه جيده يا رب. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا معنا السي انس، تبارك الله عليك. تحياتي لكم خوتي. ومعنا بقدر. مشاهدينا الكرام، من بعد ما درنا هذاك الفيديو انا وخويا انس في القهوه، وصلنا واحد الخبر عاجل بان امي نعيمه جات المستشفى محمد الخامس، طلع لاخويا سعيد، ودابا رحنا غاديين باش نتلاقاو معها. مدة هذه ما شفتهاش بصراحة، توحشت أمي نعيمة، توحشتها بزاف بزاف، وتوحشت ديك الأجواء اللي كانت معها والفيديوهات اللي كنا كنديرو معها في قناة مربوحة. بصراحة يعني درنا واحد الفالطة، وهو يعني ما مشيناش عزيناها في الوقت المناسب، بخصوص الأم ديال الزوج ديالها الله يرحمها ويوسع عليها، مع هاد المشاكل هذه اللي كنا كنمروا منها وهذه، ولكن مسكينة تفهمات. ولكن دائما ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد مع امي نعيمه والقلب المسامح، وكذلك حنايا يعني داك الشيء اللي داز بيناتنا كان السبب ديالو مجموعه ديال الناس اللي وصلونا لديك الحاله ولديك العداوه مع امي نعيمه. ولكن الحمد لله كل شيء غادي يرجع، هو هذا كل شيء غادي يرجع مزيان. نخلي الوالد يعطيكم التحيه. الوالد يعطيك التحيه. السلام عليكم. وليد داخل الوطن وخارج الوطن، جزائري تونسي مصري، التحيه لكم كامل يا وليداتي. كي درتوا شويه وحنا بالفرحه غنتعرضوا لنعيمه، والله الا كنت في السوق وقال لك يوسف ولدي ابويا الله راه جات امي نعيمه للطبيب عند سعيد، قلت له ودي نمشيو نشوفوا نعيمه. اييه الله يغلب عليها مسكينه وكل خيرها. يلا تابعوا، عطي التحيه خويا انس. تحياتي لكم مشاهدين. انا كي شفتوا في الفيديو السابق كنت جالس مع الاخ يونس، حتى اتصل به ما عرفتش الصراحه، ما داك ما عرفتش شكون اتصل به، قال له راه اتصل بيا نسي في الدكان واحد نعيمه اللي عندها القناه راه هنايا في مستشفى محمد الخامس البدويه. يلا مشاهدينا الكرام، دابا حنا وصلنا للمستشفى محمد الخامس. لاله نعيمه راه تلاقات مع الوالده وتلاقات مع اصحاب القنوات اللي كانوا هنايا اللي جاوا يشوفوا خويا سعيد. دابا خليكم معنا ان شاء الله، غادي نتلاقى انا والوالد مع امي نعيمه وغادي نكملوا معكم هذا الفيديو. هذا تحياتي لكم. امي نعيمه خليوني نسلم على امي نعيمه هي الاولى، ما يسلم عليا حتى واحد. البركه في راسك. حنا والله العظيم الله يعظم الاجر، حنا كنا غادي نجيو والله العظيم من غير الدور غادي عليها ويجعلها من اهل الجنه يا ربي. ونهار كبير هذا. انا راه شوف راني انا راه الله يحفظكم. ما درتيش شي حاجه شي مره؟ لا ما درتي لي والو والله. لا لا اسمح لنا الحبيب. الله يحفظك امي نعيمه. الله عمرك ما غيرتني. الله يحفظك امي نعيمه. عمرك ما غيرتنا. الله يسلمك. ديما كنت دايما بحال مهمتك. سالي كل خير امي نعيمه، سالي كل خير. اللي كينصب عليا ويبغيني يبغي لي هذا الولد هذا، راه صرف فيا غير خير اخوتي. يحفظك معك هذه نعيمه. الله يسلمك. راه صرف فيا غير خير اخوتي، كتهلا الله فينا وزوين. فينا وزوين. فينا وزوين. فينا وزوين. مشى سيدي زوين. الا خرج معايا الطلوبي. حنا بصراحه، حنا بصراحه مشاهدينا الكرام، والله امي نعيمه بغينا نديرك واحد الاستقبال يكون اكثر من هذا الشيء هذا. وكنت زعما بغيت نستقبلك ليا في الدار ونديروا شي حفله، ولكن كتب اننا نطلعوا هنايا في السبيطار على باقي الخير قدام ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. ودرنا واحد الفالطه، ما جيناش مشيناش عزينا امي نعيمه مؤخرا في الوفاه ديال الام ديال خويا حميد الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحم لنا كنا في جوا خويا حميد، ولكن اخويا راك شتي هذا الشيء اللي كنمروا منه، هذا الظلم هذا اللي كنتعرضوا له، وجاتنا عاوتاني مع هذا الشيء ديال خويا سعيد. الله يكبر بك اخويا. وهذا هو اللي كاين. وعندو الفلوس ديالو مسكين، تا هو داك العيد كبير. هذا هو اللي كاين. عندو وزنا داك الشيء كله. شكرا. هو يجي عطيت التليفون لشي واحد يجي يسلم عليا اخويا. اسمعني ما يظلمك حتى واحد. لا انا اللي خدمت معاك الاولى، وانا اللي نعس في داركم، وانا اللي عشت معاكم. ما فيكم شي حاجه باش غتهاجموا. ما فيكم شي حاجه. سلم عليكم. الله يعمر راس العوي يعمر راس الرجال. الله يطول عمرك. تبارك الله عليكم وتبارك الله على جميع القنوات اللي حاضرين معنا هنا ومساندينا. تنبغي نشكركم بزاف بزاف. فيعني هذا اللقاء هذا مع امي نعيمه ومع الزوج ديالها ومع خويا زهير كان بصراحه خصو يكون واحد اللقاء بحفله
الدقيق ولكن ولكن مازال ان شاء الله نتلاقاو فيديوهات اخرى مازال تجيو عندنا ونجيو ان شاء الله. كنعطي تحيه لواحد الخط اللي كانت غادي تجي عندي ونتلاقاو معها ومع يونس وكذبوا عليها. لا 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 سمع لا ما كذبوش عليها والله العظيم امي نعيمة ما كذبوش عليها. عالم سوسو تحيه لعالم سوسو. فانا كنت ماشي كذبوا عليها كنت ما بغيتش هذا اللقاء هنا في السبيطار. بغيتك تجي عندنا للدار ونتلاقاوك بالورد ونتلاقاو عاد نجيو هنا للسبيطار ان شاء الله. والله العظيم اما بالنسبه لفاطمه تجي سوسو ان شاء الله. والله العظيم تجي عالم سوسو ان شاء الله ونعاودوا هذه الجهه. الله يكبر فيكم يعني باش ما باش ما نوقعوش مغالطات. حنا دابا مجموعين هنا ما خصناش ندخلوا بيناتنا ديك الفتنه. لا عالم سوسو ولا كاع الناس اللي معنا خص راكم عارفين دابا اي واحد تيقلب غير فين عندك الصح فين يعضوا يخلق الصداع ويخلق الفتنه. فحنا هاد الناس هادو اللي تعداو علينا وتيظلمونا وكيمارسوا علينا هادشي ما خصناش نخليو لهم هاد الفرصه هادي مازال. الله يرحم الوالدين هذا هو اللي كاين. الله يسهل عليهم. استطاعوا ديما معكم ان شاء الله. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظ اصحاب المعنويات اللي معانا واللي باقي ما جاو واللي جاو. حاولوا تشدوا الوالده شويه حتى هي هضروا مع الوالده مسكين. الله يسترهم انت واخا راني مريضه ما قديت ما نهضر وراني جيت من عند راجل اختي مسكين حتى هو راه في سبال الموت وراني كنت في الدار وجيت عنده راه غير بنت اختي ها هي اللي جرتني وجابتني. وتنحيي اصحاب القنوات كلهم اللي تيوقفوا معانا واللي اللي جا واللي باقي ما جا. الله يخليك ايوا يا حميد تعالى او بلافي تصور مزيان. لا مزيان 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 تصور نمر واحد ونهار كبير هذا ونهار عظيم هذا. لا نهار كبير هذا نهار عظيم. انتم طالعكم السر ها ماشي اول انا كنحسبوا اول لقاء. والله العظيم كلكم تعاونوا بارك الله فيكم حسين الله يخطيكم الله يكبر باش طلعتم انا على طريق قناه مربوحه باش نبنت في اليوتيوب وتشجعت وتشهرت وليه الحمد والشكر وكليت معاهم وشربت وخير لله حدا. لا اله الا الله. هاد اليديات شحال من مره داروا لي الفطور. اجي خويا بلادي هنايا الله يحفظك. شحال من مره داروا لي الفطور وشحال من مره خبزوا لي الفطور. خلي قناه مربوحه تصور الله يجازيكم بخير. لا انتكم. ها انت خويا بلادي. تبارك الله عليكم. فمشاهدينا الكرام شكرا لكم. بصراحه ما تصوروش يعني الفرحه ديالنا باللقاء ديال امي نعيمه وبالفرحه ديال الناس اللي جاو عندنا وواقفين بجنبنا ومسانديننا. تنبغيو نشكرهم بزاف بزاف. شكرا لكم. شي حاجه بغيت نقولها وتنسات لياش. بالنسبه لامي نعيمه مسكينه تعرضت للظلم كما تعرضنا له حنايا قبل منا كاع. مسكينه تعرضت للظلم كثير وتعداو عليها رموا عليها الباطل ما خلاو ما مارسوا عليها كذلك حنايا. ولكن ربي كبير ربي كبير. انا طويله وغليظه كيتسعوا فيا المشاكل. حتى هي حتى هي واش دخلت عليكم انتوما؟ شوفوا المشاكل عندي فين يمشيو ويجيو عادي. نعيمه غير فيا تجي تصور واحد اللي كتغلب الكسيورة هي كتغلب. ولكن مشاهدينا الكرام منصورين باذن الله منصورين باذن الله والله ينصرنا على القوم الظالمين. الله يشافي خويا سعيد في القريب العاجل وتسناو ان شاء الله لقاء اخر مع امي نعيمه اما في دارها ولا في دارنا ان شاء الله. هذا هو اللي كاين وتحياتي لكم ومع السلامه. تبارك اولادي الله يحفظكم اولادك.